بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبعد. عنوان هذه الحلقة: الأضحية، حكمها وحكمتها. الغرض من هذا الدرس هذا هو نخرج الناس من العادات المخالفة للشريعة الإسلامية الهدي ديال الشريعة الإسلامية باش ما يضيعناش الثواب والأجر ونمشيو نغرقوا في الفشر. فلهذا خصنا نعرفوا الأضحية شكون هي. هي السمية داكشي اللي تيتذبح من الأنعام في النهار ديال العيد اللي تيتسمى يوم النحر، وأيام التشريق اللي هي 3 أيام اللي تجي من بعد منها، اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، بالنية ديال التقرب لله عز وجل. لأن السيد ربي سبحانه وتعالى قالنا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأجمع المسلمون على المشروعية ديال الأضحية. القول الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: فصلي لربك وانحر. والحديث اللي رواه لنا الإمام البخاري رحمه الله عليه في الصحيح ديالو عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. معنى أملحين معنى فيهم البيضية والكحولية، هكاك خلق من الله سبحانه وتعالى. هذاك واحد النوع ديال بحال اللي حنا عندنا دابا هنا في المغرب، داك السرضي تيكون عندهم الكحولية من هنايا، هذاك أملحين أقرنين عندهم القرون. ذبحهما بيده وسمى وكبر. والأضحية تتذبح على هذاك المضحي اللي هو شراها، وهادوك اللي هما تحت منه اللي تيلزموا باش ينفق عليهم شحال مبلغ العدد ديالهم. والشات تتجزي على الواحد، أما البقرة والجمل والناقة يمكن يتشاركوا فيهم 7 واخا ما يكونوش من العائلة هادوك 7. شنو هو القصد من هاد الأضحية هادي؟ القصد الأعظم من هاد الأضحية هو الإحياء ديال السنة ديال البانة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أبو الأنبياء، في الامتثال ديالو الطاعة ديالو والعزم ديالو على التنفيذ ديال أمر الله عز وجل في الرؤية بالذبح ديالو لولده. إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، كما جاء في سورة الصفات: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم معنى استسلم إبراهيم عليه السلام والابن ديال إسماعيل، استسلم لأمر الله، ما نقشوش، ما قالوش لا ولا شي حاجة، ما قالوش زمان أخر هذا. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبيحة هذه تتبين لنا الكرام ديال سيد ربي والفضل ديالو. فهنا هاد الأضحية تتكون من بهيمة الأنعام كما جاء في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل، الجمال فيهم النوق وفيهم الجمال، والبقار الذكور ديالهم والإناث ديالهم ديال الجمال، والغنم الذكور ديالهم والمعيز الذكور ديالهم والإناث ديالهم، معناها العتارس والمعيز. والجاموس دخل حتى هو نوع من البقار حتى هو من الأنعام. وهادو كاع كلهم اللي ذكرنا دخل فيهم الذكر ودخل فيهم الأنثى. وما تنقلش عن النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بغير الأنعام على كثرة ما ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم ملي هاجر من مكة للمدينة وتشرعات الأضحية وتشرع الاحتفال بعيد الأضحى. هنا تيجينا واحد السؤال، لأن أعداء الله والماديين تيستغلوا الحاجة ديال الناس في الأمور ديال الدين باش غادي يمصوا لهم الدماء ديالهم. هو أننا تنصبوا الناس مشاو مع هاد الشهادة ديال الأضحية ديال الذكر الحولي ولا الثمن الحولي ولا أكثر من البقرة، مع أن البقرة يمكن 7 ديال الناس يتفرضوا فيها، حولي ولا تيسوى 180 900 ألف فرانك.
استغلال الجهل ديال الناس. فلهذا تنقولوا للناس عباد الله، راه الثواب اللي غادي يكون عندك وانت تذبح النعجه تذبح الخروفه راه بحال الثواب ديال الحلي، باش ما يكونش هذاك القرون ديال الحلي زايد ب 200 الف فرنك و 250 الف فرنك على القرون، حتى هي راه غادي يكون عندك فيها الاجر والثواب باش دير. ولكن حنا مشينا مع الفشر. تتذكر واحد السيده كان جارتنا وكان عندها السبوع، وحنا عندنا هنا في هاد المنطقه ديال الاطلس هادوك الناس دابا الناس ديال رعاة عندهم خبره في هاد الشيء هذا ديال الغنم، ما يذبح ليكش الحولي، ما يصلحش الماكله الحولي وداك الشيء، تيذبح ليك اش؟ تيذبح ليك الخروفه، لانها فيها اللحم وفيها الشحمه وفيها الفتاوى، لان ما عندوش مشكل. ايوا دابا واحد عنده السبوع ومزوج هذيك مدينيه وجايب واحد مولاتي الخروفه كبيره تبارك الله وجايبها وفرحان، هذيك ما رضاتش قدام العائله ديالها وقالت لها حشومه دايزه دوز سميتو الانثى قدام الرجال ديالها، بعدا غير الدره بعدا باش ما يشوفها حد، وهي تتغدد لان بغات القرون. ما نمشوش مع العادات والتقاليد، ردوا البال الرجال، ردوا البال العيالات. هذه شحال من سنه وانا تنضحي بالخروفه، راه شي واحد مشى سول وعنده ها الحولي وها الخروفه وقال لي شحال داك الحولي؟ قال ليه 450 الف فرنك، 90 الف ريال ولا 100 الف ريال، 500 نص مليون. والخروفه بحالها في الوزن، قال لي هذيك الخروفه شحال؟ قال لي 200 الف فرنك، 40 الف ريال. قال لي علاش هاد الغلا هذا؟ قال لي الغلا العلف راه غالي. قال لي والعلف نفس العلف ديال هادي ونفس العلف ديال هادي، ولا هادي تصوم الاثنين والخميس. علاش؟ لان استغل الناس اللي بغاو هما الحولي وبغاو القرون، فما تمشيوش مع دوك، خليوه ليهم، خليوه ليهم داك الحولي بقى في الراس، سيروا ديروا الخروفات، الثمن رخيص واللحم مزيان وتتكال وفيها الشحمه وهذا الشيء هذا المبتغى، وعندك الثواب وعندك الاجر، وما تبقاوش تنافسوا وتفشروا راه فيه جوج دورات وفيه دوره وعنده القرون وعنده كذا كذا، هذاك مول القرون راه ما تيصلحش. شحال من مره تنمشي لعند الناس نبارك ليهم وحيت تيحطوا لي القطبان مساكن الله يتقبل وداك الشيء، تنمضغو تنحطو تحت التبصيل، ما تيتمضغ، هذاك تيصلح للسيلفي، تيصلح للتصاور، اما باش الماكله لا، شري خروفه. فلهذا تنقولوا باش نهرسوا السوق لهذوك الشناقه ولهذوك المصاصين ديال الدماء وهذوك المستغلين ديال الناس، شوفوا سيروا دو الخروفه راه فيها الاجر والثواب، وغادي يعطيك الله ثواب وغادي تكلف من العباده ما تطيق، اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والعيالات ما انتمش تبقاو تحرشوا رجالكم، لا على جبتي لي انا سميتو بحال هذيك اللي قالت لها دير ليها بعد الدره ما دوزيهاش قدام الرجال وهي متبرجه وهي تتنص على رجلها، لا هذيك الخروفه حتى هي جائزه وداخله في الانعام. فلهذا انا سنوات وانا تنضحي بالخروفه، ماشي كما تيقولوا بالدارجه مكلتوم اللي هي ما تبغيش تطيب شي نعجه كبيره، لا وانما خروفه تصيبها سمينه والثمن رخيص ونخليو لهم دوك الحواله في الراس ديالهم، وبالتالي غادي نوليو عبدنا الله عز وجل وفتقة ديالنا وحيدنا الفشر ونا الثواب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.